السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في حصة جديدة من تعلم تجويد سورة المعارج برواية ورش النافع. هذه هي الحصة الثالثة. إذن توقفنا في الحصة السابقة عند الآية 23. إذن لنكمل لكي لا أطيل عليكم. أول شيء، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع انتباه لمخارج الحروف، ولقد شرحت هذا في الدروس السابقة، يمكنكم الرجوع إليها. إذن كما عودتكم سأشرح لكم القواعد، وفي الأخير سأرتل لكم جميع الآيات التي شرحت قواعدها. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين في أموالهم حق معلوم. لاحظوا هنا، انتبه لمخرج حرف الذال. والذين هنا مدت ست حركات للمد المشبع المنفصل. في أموالهم، يمكنكم الرجوع لي المد المشبع المتصل والمنفصل، لقد وضعته درس لوحده شرحت فيه هذا المد. هنا أموالهم تنتهي بميم ساكنة بعدها حرف الحاء، يعني ليس بحرف الباء ولا بحرف الميم. إذن هنا إظهار شفوي، وهو من أحكام الميم الساكنة. نقول أموالهم حق، ولا نقول أموالهم حق، بل أموالهم حق معلوم. هنا حق تنتهي بتنوين وبعده حرف الميم من حروف الإدغام بغنة، يعني تنوين وبعده حرف من حروف الإدغام بغنة. إذن أقول حق حق مع ضم الشفتين وغنة مقدارها حركتان، ومد هنا حركتين أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. أقول حق معلوم للسائل والمحروم. هنا للسائل أمدد ست حركات للمد المشبع المتصل، والمحروم الراء مفخمة ومد حركة أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. والذين يصدقون بيوم الدين. هنا والذين، كذلك انتبه لمخرج حرف الذال، لا أقول والذين بل والذين يصدقون. حرف الدال هنا لا ننطقه كحرف الضاد، لا نقول يصدقون بل يصدقون بيوم الدين مع مد حركة أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لاحظوا معي هنا كذلك حرف الذال، لكن هنا هم تنتهي بميم ساكنة وبعدها كلمة تبدأ بميم، وكذلك هنا ربهم تنتهي بميم ساكنة وبعدها كلمة تبدأ بميم. إذن في هذين الموضعين لدينا إظهار شفوي، لدينا إدغام شفوي ومقداره حركة. نقول هم من أم مع ضم الشفتين. والذين هم من عذاب، انتباه لمخرج حرف الذال، لا نقول عذاب بل عذاب ربهم مع الراء مفخمة. ربهم هنا كذلك إدغام شفوي وغنة مقدار وحركتان. ربهم مشفقون مع مد حركتين أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. إن عذاب ربهم غير مامون. إذا النون هنا مشددة حركتان بغنة. عذاب، انتبه لمخرج حرف الذال. إن عذاب ربهم الراء مفخمة. ربهم تنتهي بميم ساكنة بعدها حرف الغين، إذن ليس بالباء ولا بالميم، إذن إظهار شفوي. أقول ربهم غير، يمكنكم مشاهدة درس أحكام الميم الساكنة. ربهم غير، غير هنا الراء نرقق ولأن سبقت بياء ساكنة. غير مامون مع مد حركة أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. والذين هم لفروجهم حافظون.
كذلك حرف الذال دائما انتبه له ما خرج حرف الذال. والذين هم تنتهي بميم ساكنة بعدها كلمة تبدأ بحرف اللام، يعني ليس بالباء ولا بالميم. لو كان حرف الباء سيكون إخفاء شفوي، ولو كان حرف الميم سيكون إدغام شفوي. إذن ليس بالباء ولا بالميم، إظهار شفوي. أقول هم لفروجهم مع الراء مفخمة. كذلك هنا لفروجهم تنتهي بميم ساكنة وبعدها حرف ليس بالباء ولا بالميم، إذن كذلك إظهار شفوي. هنا إظهار شفوي. هنا كنا لاحظنا أنه إدغام شفوي وهنا إدغام شفوي. إذن جيد، إدغام شفوي ميم ساكنة بعدها كلمة تبدأ بحرف الميم، إظهار شفوي كلمة تنتهي بميم ساكنة وبعدها كلمة تبدأ بحرف ليس بالباء ولا بالميم. أما فيما يخص الإخفاء الشفوي فهو يكون في كلمة تنتهي بميم ساكنة وبعدها كلمة تبدأ بحرف الباء. إذن والذين هم لفروجهم حافظون، تبع المخرج حرف الضاد مع مد حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على، هنا أمدد ست حركات للمد المشبع المنفصل، على أزواجهم. هنا جي، تبع مخرج حرف الجيم ننطقه بالشدة، أزواجي لا نقول جي، أزواجهم مع مد ست حركات لمد الصلة الكبرى. أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لاحظوا ملكت كانت هنا في الأصل ساكنة ملكت فأصبحت ملكتا، يعني أصبحت تاء مفتوحة لأن لدينا النقل، نقلت إليها حركة الهمزة، حركة الهمزة هنا هي الفتحة، نقلت كذلك إليها مع بقاء حركة الهمزة هنا في موضعها وحذف الهمزة. إذن عند قراءتها سننتقل من التاء المفتوحة إلى الياء الساكنة، هنا نقول ملكتيمانهم. هنا كلمة أيمانهم تنتهي بميم ساكنة بعدها حرف ليس بالباء ولا بالميم، إذن إظهار شفوي. نقول أو ما ملكت أيمانهم فإنهم، هنا النون مشددة حركتان بغنة، فإنهم غير، كذلك فإنهم تنتهي بميم ساكنة بعدها حرف ليس بالباء ولا بالميم، إذن إظهار شفوي. نقول فإنهم غير ملومين، والراء مرققة لأن سبقت بياء ساكنة. ملومين أمدد هنا حركة أو أربعة وست للمد العارض للسكون. فمن ابتغى، لاحظ هنا كانت فمن ابتغى، كذلك لدينا النقل، نقلت حركة الهمزة هنا وهي الكسرة، نقلت إلى الساكن قبلها، كان الساكن هو حرف النون، كانت فمن أصبحت فماني ومع حذف الهمزة. سنقول فمانيب، يعني من النون المكسورة ننتقل إلى الباء الساكنة ونقلقلها قلقلة صغرى، والغين نميل بها إمالة صغرى. فمانيب تغى، وهنا كلمة وراء الراء مفخمة مع مد ست حركات للمد المشبع المتصل. فمانيب تغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا فأولئك لا نقول فأولئك، فأولئك يعني هذا الواو لا ينطق، يعني لا يلفظ، ومع مد ست حركات للمد المشبع المتصل. فأولئك هم العادون مع مد هنا حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. إذن أتوقف عند الآية 31 وأرتل لكم هذه الآيات التي شرحت لكي لا أطيل عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم. ألقاكم في الحصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.